سياح يتسلقون إلى قمة فوهة بركان ثائر ويشوون النقائق على حممه. قام فريق من السياح الروس بنزهة بالقرب من فوهة بركان كلوبتشيفسكايا بشبه جزيرة كامتشاتكا وصوروا مقطع فيديو أظهر اقترابهم من قمة فوهة البركان وقاموا بشوي النقائق على حممه. كما أظهر الفيديو تطاير قطع الصهارة وسيلان الحمم النارية إلى أسفل البركان ما أدى إلى ذوبان الثلج والجليد. وقد علق أحد السياح على ما حدث قائلاً: الجو حار هناك، لا يمكنك المرور من دون قناع. ووفقاً لعضوة في المجموعة التي تتسلق الجبل، فقد ساروا فوق البركان بينما كانت الحمم البركانية تبرد ولا تزال تتوهج في بعض المناطق، وفي الليلة التي تسبقها صعدوا إلى حافة الحفرة ونظروا مباشرة إلى البركان. ويذكر أن العلماء المحليين كانوا قد صوروا في وقت سابق فيديوهات أظهرت تشكل مخروط جديد لبركان كلوبتشيفسكايا. ومن الجدير بالذكر أن كلوبتشيفسكايا الذي يبلغ ارتفاعه 4800 متر هو أعلى بركان ثائر في القارة الأوراسية ويقدر عمره 7000 عام، وإن هذا البركان عبارة عن مخروط ذي فوهة بقدر 700 متر ويبعد مسافة 30 كيلومترا عن بلدة كليوتشي. وقد تسببت مقاطع الفيديو المنشورة في قلق السلطات المحلية مما أدى إلى قيام وزارة حالة الطوارئ الإقليمية بنشر تحذير رسمي من تسلق البركان. وقال البيان: يرغب رجال الإنقاذ مرة أخرى في تذكيركم بأن ثوران بركان يعد ظاهرة خطيرة للغاية بالنسبة للبشر. الخطر ليس فقط تدفق الحمم البركانية نفسه، ولكن أيضا الانفجارات الشديدة التي يمكن أن تحدث عندما تتلامس الصهارة الساخنة مع الثلج والجليد.